صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حن موعدكم مع ايت سمارت اليوم مثل كل يوم تنين معي رندا فهد، واليوم بدنا نحكي عن الفيرمنتد فود او الاكل المخمر. صباح الخير. صباح النور ستيفاني. اليوم عندك بدك تجاوبي سؤال على المشاهدين بيطرحوا عليك اسئله، تنين بتجاوبي على سؤال من هول الاسئله كمان مثل العاده خبريتك. واليوم موضوعنا يعني عن الاكل المخمر. نهار حافل يعني. نهار حافل. اول شيء صباح الخير. صباح النور. اشتقنا. وانا كثير اشتقت لك، هذيك جمعه ما شفتك. مزبوط. فهيك لك فقده على الاكيد دائما ستيفاني. ثانك يو. بدي اذكر المشاهدين دائما يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وتكونوا عم بتتابعوني، دائما بنطر اسئلتكم. هلا سؤال انا كثير استغربته اللي بدي اطرحه هلا، عم تسالني مدام انه هي عم تقرا بحث انه الامراه بعد عمر معين، وقتها تقول عمر معين يعني يمكن بعد عمر 50 او منوبوز، ممنوع تمشي بسرعه، هالشيء قال بيضر بالقلب. هلا انا اللي بدي اجاوبه انه هذه المعلومه هي منا مضبوطه، ما في ولا بحث علمي دقيق بيحكي هالجمله مضبوط. نحن بالعكس دائما بنشجع خصوصا بهيدا الوقت على الرياضه، واحيانا الرياضه فيها تعملها الامراه بهالوقت المشي، المشي الا اذا عندها مشاكل معينه مثل مشاكل الظهر، وساعتها يمكن فيها تمشي اقل وقت، يمكن فيها تمشي مش على طلعات نازلات، يمكن على مهله. ولكن هون السرعه اللي بدها تمشي فيها الامراه، لانه هيدا هو السؤال، هو السرعه اللي جسمها بيحدد لها اياها. فاذا نحن اذا انا اقوى جسمي بقدر امشي باسرع خليني امشي اسرع، واذا انا جسمي هلا اليوم منه ملبيني بدي امشي على مثل ما قلتي اليوم، لانه اوقات بنحس حالنا عندنا كثير انرجي فينا نمشي بسرعه، واوقات جسمنا بيكون تعبان. اكزاكتلي. بدنا نتسمع عليه، نشوف الريتم، دائما بدنا نتسمع عليه. وهو الجواب بده يكون انه انا ما بدي اقسى على جسمي وما بدي ارخي كثير كمان. ما في نورم معين لعمر معين. هلا بتعرفي رندا على الانستغرام كل واحد بيطلع بيقول شيء يعني، والواحد بيضيع. ان المره ما لازم يكون عندها سكس باكس، هلا اخر موضه هيدي عم نشوفها كثير. يعني كل واحد يعمل خصوصا بالفعل حسب خصوصا على الانستغرام. ودائما انا بقول لهم للمشاهدين ما بدي تتبعوا اشخاص هن ما عندهم شهادتهم مين هن، يعني هن اشخاص بس عم يجربوا تجارب على حالهم. ما هو حالهم هو غير انا غير انت غير وبيسموا حالهم دكتورز، ما بنعرف اذا عن جد دكتورز صراحة. أكيد يعني أكيد أكيد. فهيدا كان جواب السريع. هلا لانتقل على خبريتي، خبريتي اليوم كثير مهضومة. هو السؤال انه دائما لمريض السكري ومريض اللي بده ينقص وزنه اللي بخاف من البطاطا والفاصوليا، فهل هو لازم يخاف منهم أم لا؟ بالعكس، الدراسات الجديدة بيّنت أنه الأشخاص اللي عندهم إنسولين ريزيستنس اللي جسمهم بيقاوم هالإنسولين، نحن عنا رح ياخد البطاطا بحد ذاتها، وهذا بحث صار على عدد كبير من العالم وقارنوا اللي بيأكلوا هالأكلات مع أكلهم. أكيد منا البطاطا هي الأساس بدها تكون والفاصوليا كل الوقت، بس كان مثل ما بنقول لها سايد ديش، يعني حد الأكل تبعه، أي حد اللحمة 100% بطاطا أو الفاصوليا بكل انواعها. تبين انه مثلا البطاطا رح تكون هي عم تعمل بالعكس، رح تساعد الجسم حتى يكون عم يضعف، اوكي، بدها تساعد على الشهيه تبعه له، وبدها تكون كمان عم تساعد مريض السكري. فهون رح يصير في ستارت ريزيستنس، يعني ما رح يكون في انسولين ريزيستنس، بالعكس رح يكون في عكس الانسولين ريزيستنس بالجسم. وهذا الشيء لانه هي البطاطا خصوصا وقتها تنسلق، دائما بنحكي ستيفاني وبترجع مش مقلي مزبوط، ومش انه نزيد عليها اخبار ما بنعرف شو هي، بس ومدري شو 100% ونكون عم نبردها. اللي عم يصير انه نوع النشا اللي هو موجود فيها ما رح يكون عم يعلي السكر بسرعه، ونفس الشيء عم بحكيه هو للفاصوليا الى اخره. وبنفس الوقت هن ما فيهم كثير انرجي دنسيتي، شو يعني؟ يعني هن ما فيهم كثير وحده حراريه. فاذا رح ارجع احكي على البطاطا اللي هي راس البطاطا تقريبا بده يكون في 160 وحده حراريه، اللي هي كميه ابدا منا كثير كبيره. اما فنجان الفاصوليا لنقول يمكن يكون فيه 240 وحده حراريه، كمان هيدي الشيء منا كثير كبيره بصحن
عنا صحن الاكل اللي هو رح يشبع، بالعكس رح يرجع يركض الانسولين، رح يساعدنا ما نكون عم نجوع بعدين. ما بيعلل، ما رح يعلل، بس لازم ياكلهم مسقعين. في لا، فيهم يكونوا مسقعين ترجع تسخنيهم. اوكي، بس مش دغري، بس هن وسخني 100%. واكيد ما بده يكون اكلنا كله الاساس انه كل يوم رح اكل بطاطا وفاصوليا، بس عم اقول هو وقت يكون حد اكلتنا فينا ناكل على الاكيد. لكن لمريض السكري كثير منيح، للشخص اللي بده يضعف كثير منيح، للشخص اللي كمان بحس انه عنده قابليه كمان رح يساعده، ما رح يكونوا عم يجوعوا زياده. فما تخافوا ولا من البطاطا ولا من الفاصوليا، كل انواع الفاصوليا، كل انواع الفاصوليا. أوكي. وحتى البازيلا هون بتتضمن كمان البازيلا كمان 100%. واو، جريت. تنرجع لموضوعنا عن الفيرمنتد، مثل الكبيس. يعني دغري بس الواحد يفكر فيرمنتد. مزبوط. هلا انا ليش بدي احكي على الفيرمنتد فود؟ لعده اسباب، ومنها بدي اوصلكم على البروبايوتكس اللي بحكي دائما عنهم، البكتيريا الجيده للمصران. هلا قضيه الفيرمنتد فود، اما الكبيس، اما المخلل، اما المخمر. فرح بلش انا اعطي انواع اشياء بحكي عنها. عم بحكي على الكبيس بحد ذاته، وقت احكي كبيس الخيار المقتي، اوقات بنكبس نحن الملفوف، اوقات بنكبس كمان القرنبيط، اوقات بكون عندنا كبيس اللفت والكبيس اللي هو مشكل. فهو الكبيس نحن هيدا المخلل اللي نحن بنستعمله، وانتم بتعرفوه اكثر شيء. بعدين عندنا الاشياء اللي بتحتوي الصويا المخلله، فاذا الصويا وقت ناخذ ميزو بالميزو سوب بيكون نحن مخمرين الصويا، اما الصويا بتكون عم تاخذ مخمره بالميزو. وقت يتاخذ التمبيناتو، هول كلهم هن موجودين بال الايجن، يعني المطبخ الاسيوي. وهول الاكلات اللي انا حكيت عنهم الكمبوشي، هول كلهم هن مخمرين. فاذا نحن عم ناكل كذا اكله هي مخمره. وبعد ستيفاني بالاسواق كمان بالاكيد المطبخ الاسيوي في عندهم السمك المخلل اما المخمر. فاذا كمان في ناس بياخذوا والجنجر. والجنجر كمان طبعا معك، بس الجنجر فيه سكر بحطه. ايه، هلا نحن هيدا كمان اللي بدنا ننتبه له، كيف هو بده يتخلل. بس اوقات بيحطوا سكر تا يتخمر اكثر. مزبوط. بس اكثر هون التخمر، لا سوري، بس انا رح احكي عنهم. وبدي اقول كمان نحن الاشياء المخمره هي عندك الفرمنتد، اللبن هو مخمر، بدي احكي موضوع ثاني. وفي اجبان كمان مخمره، لانه بدي افرق بيناتهم هلا. فلارجع لسؤالك، انه هن فيهم يكونوا يحطوا سكر، بس كمان نحن وقت نخمر الاشياء اما نكبسها نعمل كبيس بحطوا ملح. الاساس بده يكون في ملح، ملح هو اللي بيطهر يعني، خل. والاساس بده يكون في خل، فاذا ملح وخل. بعدين وقت نحط ثوم، وقت نحط حر، وقت هول كلهم للطعمات اللي بنكهها. ودائما بدي المشاهدين يعرفوا انه نحن وقت ناخذ الكبيس ما في مواد حافظه، ما هو الماده الحافظه هون هي الملح، يعني صار عندنا الملح. وماده الاسيد اللي حطيناه بالخل، ناس بحطوا حامض بس معظمهم بنحط الخل، هو حتى تتخمر هيدي الخضره اللي نحن عم نحكي عنها. فاذا هي الخبريه كثير هينه، نحن وقت نحطهم بمرطبين لازم المرطبين يكون هو ما موجود فيه حيالله بكتيريا، فمشان هيك نحن مي سخنة. بمي سخنه بنكون عم ننظفه. ودائما نحن وقت نحط الكبيس بنكون عم نغمرها بالمي، ونكون عم نحط الملح والخل. وطبعا نحن عندنا الريسبيز الهينه اللي بتنعمل. وبعدين بعد ما هي تنقع مثل ما بيقولوا، بعدين بدنا نكون عم نسكرها، وهيك بيكون عم نحط بس البكتيريا الجيده والبكتيريا السيئه منها موجوده. وهالشيء شو بيساعد؟ هالشيء بيساعد اكيد نحن بنعمله اصلا كنا، لانه بيضاين، وبصير في اكل الخياره اما المقته ساعه اللي بدي، اذا هو منه موسمه 100%. فاذا انا هون ما بدي العالم تخاف من الكبيس، بالعكس، اذا حتى عندنا الاولاد اللي بنعلمهم ياكلوا الكبيس هن وصغار، عم نساعدهم لمصارينهم حتى ينموا البروبايوتيك البكتيريا الجيده. بس من طعميهم حار وكثير ثوم وهيك قصص. هلا هو الولد مثل ما كنا هلا عم نقول كمان، هو في اشياء بحبها رح يجربها، وهي رح تكون بضمن الماكولات. فاذا هيدي شغله ما بدنا نخاف منها. الشغله الثانيه، وقت نحن عم نعمل، لكن قلنا صار موسمي، صار عندنا نحن بنخلل حتى التكستشر، يعني حتى ملمسها يكون ملمس كمان طيب لواحد يكون عم ياكله. اكيد عندنا نكهات بالخل منا موجوده بالاشياء المخلله، اما المكبوسه منا موجوده بماكولات ثانيه. فاذا
عشان طعمه كمان هون كتير مهمة. بعدين في عندك مواد غذائية بيقدر وقتها تخلل الاشياء وتخمريها بتطلع على الواجهة، مثلا البي 12. نحن بنعرف انه البي 12 هو موجود بالمأكولات اللي هي مأكولات حيوانية. طيب نحن هون هل فينا نطلع بي 12 من مصادر تانية؟ لكمية أكيد منا كتير كبيرة، بس بالأشياء اللي هي بالكبيس في بي 12، مشان هيك بس ما بتكفي أكيد. يعني العالم دايما بدها تكون عم تفحص قديش البي 12 خصوصا الفيجنز. فإذا هون الفيجنز قديش مهم هن يتجهوا للأشياء المخللة، مشان هيك بتشوفيهم الفيجنز بيتجهوا للميزو سوب، بيتجهوا للأشياء للتمبي والأشياء اللي هي صويا المخللة. فإذا هيدا حبيت فسر للمشاهدين هالشي. لأرجع كمان التخمير اللي هو موجود باللبن بالكفير، موجود كمان بالسوردو مظبوط، اللي هي نحن بيبقى عندنا روبه مظبوط، فروبه او روبه الخبزه وقت نحكي على سوردو، اما عندنا روبه اللبن اللي بنستعملها. هول كمان من التخمير اللي بنحبهم كثير لانه بحطوا بجسم البكتيريا الجيده، والبكتيريا الجيده بنحكي عنها كثير باهميتها، ولكن هي بتمنع شيء من احد الاشياء اللي بتعملهم، بنقول له ليكي جات، يعني حتى مصراننا ما يصير يبعث البكتيريا السيئه تنتشر فيه. فهم ما بعد في بكتيريا سيئة، هالشي بيحمي الناس اللي عندهم أزمة، هالشي بيحمي كمان الناس اللي عندهم مشاكل الألرجيز، بيحمي كمان ضد الألزايمر. واللي بدي أقوله بس بعد شغلة إنه هالبروبايوتيك هي موجودين باللبن ولكن مش موجودين بتخمر الجبنة، لأنه أنواع البكتيريا هي بتختلف. كمان لازم نعمل حلقة بعد. هيدا بنعمل حلقة. Thank you رندا. Have a blessed day. مشاهدينا وقفة ومتابع لايف.